باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الحد الرابع من شهر كيهك، والله يحقق وعده، البشارة التي بشر بها الملاك غبريال لزكريا الكاهن، وهنا بيتحقق الوعد بميلاد القديس يوحنا المعمدان. وهنا دي رسالة لكل الناس، أن الله القادر على كل شيء، إله المعجزات، إله كل المستحيلات، الذي لا يعثر عليه أمر، هو يحقق وعوده التي وعد بها أولاده. ووعود الله منذ البداية في وعود ثابتة لله، وفي وعود مشروطة بتصرفات الإنسان. الوعود المطلقة لله أنه وعد البشر بالخلاص، أعد لهم حياة أبدية، وعدهم بالحماية، وعدهم بأنه يصنع لهم أمرا عجيبا في أيام حياتهم، أي أنه يخلصهم ويعطيهم حياة أبدية. وهذه الوعود بالخلاص بالحياة الأبدية هي وعود خاصة بالله، لأنه هو نفسه الذي يوعد وهو القادر أن يعطي. لكن أيضا هناك وعود ربنا وضعها للبشر مشروطة بتصرف الإنسان. يعني ربنا يوعد بالبركة إذا الإنسان سمع وصايا الله. يعني في سفر التثنية ربنا يوعد وعود بالبركة، إن سمعت لصوت الرب وسمعت وصاياه وصنعت كل وصاياه يباركك الرب بالبركة، يحفظ دخولك وخروجك، يبارك في زرعك، يبارك في كل ما تمتد إليه أيديك، يجعلك رأسا لا ذنبا. وهنا دي وعود كلها مربوطة بتنفيذ الوصية. لكن وعود الله صادقة في كل الأوقات، وعلشان كده إذا ربنا بيوعدنا هذه الوعود اللي موجودة في الكتاب المقدس، لو الإنسان بيصدق هذه الوعود بالحقيقة، هتبص تلاقي ربنا يغدق عليه، ووعود الله صادقة، لأن الله اللي وعد الإنسان بالمحبة هو مليان محبة، محبة أبدية أحببتك وأدمت لك الرحمة. ربنا يوعد الإنسان بمحبة ويوعده برحمة، يوعده بغفران خطيته إذا تاب ورجع. ودي وعود ربنا باقية إلى الدهر. ربنا يوعدك بالحفظ، يحفظ دخولك وخروجك، ارفع قلبك لربنا واطلب وهو يحفظك، يحفظك من كل سوء، يحفظك في كل طرقك. إن سرت في وادي ظل الموت لا تخاف، لأن ربنا وعدك بكده. عشان كده السيد المسيح أيضا لما كان في الجسد، معنى هذا هي الوعود اللي ربنا ادهلنا، أيضا كان يوعد، وعدنا كده، هل هو نور العالم وانتم بيديك لك هذا النور، اللي آمنوا بيه أعطاهم سلطانا أن يكونوا أولاد الله. في وعود بالبركة، وعود بالبنوة، وهذه وعد البنوة بيحققوا فينا الذين آمنوا به، الذين قبلوه، أعطاهم السلطان أن يصيروا أبناء الله. فأنت ابن، وإذا كنت ابن ربنا ففي وعد بوراثة السماء. ربنا بيوعدك بهذه الأمور علشان يديلك هذا التشجيع، يوعدك أنك تأكل من المن السماوي، ويوعدك أنه يجعلك عمود في بيت إله، يوعدك أنه تدخل وتتعشى معه. إذا فتحت الباب هو واقف على الباب يقرع، افتح
وهو بيوعدك انه يدخل ويتعشى معك ويجلسك معه في عرشه كما غلب وجلس مع ابيه في عرشه. وعود الله صادقه في ايام حياتك كلها، وعود الله مباركه. وعلشان كده ان صدقت وعود الله هتبص تلاقي حياتك تستقيم، لان وعود الله دائما للبركه وللحياه. عشان كده ربنا كان يوعد ابائنا القديسين بوعود كثيره. صحيح كانت وعود في كثير من الاوقات شخصيه، يوعد ابراهيم بانه هيكون له نسل، صحيح ده وعد شخصي، ولكنه ايضا يوعد كل الذين في الايمان بحسب ابراهيم، لانه بالايمان نال برا. وبالتالي ربنا بيدينا هذه الوعود، صحيح في صوره اشخاص قديسين وعدهم ونفذ وعوده ليهم، بس ده علشان يعلمنا ان الذين يؤمنون بالحقيقه وعود الله صادقه وباقيه. حتى لو العالم كله، حتى لو كل الظروف كلها ضد تنفيذ هذا الوعد، الله وعوده صادقة. وده الاختبار اللي اختبره زكريا الكاهن، انه ربنا بيقول له وعد انه هيكون لك نسل، وربنا سمع طلباتك وامرأتك اليصابات تحبل وتلد، وهو لم يكن مصدقا لهذا الوعد الإلهي. ولأنه شك في وعود الله، ربنا قال له تكون أخرس إلى اليوم الذي يكون فيه. وعشان كده ده تحقيق لهذا الوعد، علشان يعطي رسالة لكل إنسان اللي ممكن يشك في وعود الله للبشر، إنه وعود الله صادقة. حتى ولو شاخ زكريا وشاخت امرأته، حتى لو هو ما كانش مصدق، لكن وعود الله صادقة. علشان كده انت نفسك الان شوف وعود الله اللي ليك. وعود الله باقية ليك، بس لو انت بصيت لهذه الوعود وسرت بحسب وعود الله، سلكت بهذه الوعود، تنال هذه الوعود بأكثر جدا مما تطلب أو تفتكر. يعني ربنا لما يقولك أنه هيعطيك حياة أبدية، وإنت تؤمن بهذه الحياة اللي ربنا بيديها لك، أنه يعطيك حياة ولا يستطيع أحد أن ينزعها منك، يديك فرحة ولا يستطيع أحد أن ينزعها منك، يديلك قوة ويملأك بالقوة في إنسانك الباطن، حتى أنك تمتلئ من هذه المحبة ومن هذه القوة، وتعرف محبة المسيح فائقة المعرفة، وتمتلئ إلى كل ملء الله. كل هذه وعود، القادر أن يفعل أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. ربنا بيوعدك دائما بالحفظ والسلام والفرح والأمان وحياة أبدية. أما أنت الآن لو أنت حكمت وسيدت العقل والشكوك وترتاب دائما في وعود الله، فلن تنال شيء منهم. علشان كده ربنا بيقول لك رسالة، انه صحيح ربنا بيوعد، لكن محتاجك انت يكون لك نفس الايمان زي ايمان ابائنا القديسين الاوائل. ايمان، ثقه في الله. مفيش علاقه ابدا سليمه مع ربنا بدون ثقه، بدون ايمان. انك تؤمن ان كلمه الله حيه وفعاله في حياتك، وان هذه الكلمه هي موحى بها من الله، صادقة هي الكلمة. وبالتالي هنا كلمة ربنا اللي بنقراها في الإنجيل باستمرار هي فاعلة في حياتنا. وعلشان هي فاعلة، لأن الإله الابن الكلمة، كلمة الله حاضر في الكلمة، حاضر في الوصية، حاضر في كل كلمة. ولأنه حاضر، قادر أن ينفذها ليك، يديلك هذه البركة،
يديلك هذه النعمة. واسأل نفسك الآن، ساعات كتير في وعود من ربنا كتير الناس ما يتخيلوش إنها ممكن تحدث، بس خلي بالك، انظروا إلى الأيام القديمة وتأملوا، هل اتكل على الرب أحد فخزي، ولا دعاه ولم يستجيب له؟ ربنا رؤوف رحيم صادق في كل وعوده. وعود الله ليك وهي حاضرة أيضا، وتدور في الكتاب المقدس هتلاقي كل الوعود دي موجهة أساسا علشان أنت تبني علاقة شخصية مع ربنا، علاقة اختبارية، علاقة حقيقية، مش علاقة سطحية. لا، عايزك تبني علاقة حقيقية، علاقة فيها عمق، وعلاقة فيها مشاعر، وعلاقة بتتلامس فيها مع ربنا بكل أعماله في حياتك، ووعوده اللي بيوعدك بيها هي صادقة لخيرك وسلامك لو أنت صدقت هذه الوعود. كتير من الأوقات ربنا بيتكلم في قلبنا بما يريد أن يضعه في قلوبنا. إحنا بنطلب وبندعو الله في كتير من الأوقات، وساعات كتير من الأوقات وإنت بتطلب هو بيجاوبك في داخل قلبك. بس اللي بيحصل إيه؟ إنه على طول طلباتنا ورغباتنا بتطلع بزيادة وتغطي على عقلنا وعلى أفكارنا، لأننا نريدها، لأننا بالنظرة البشرية بنريد ما نطلبه. وربنا بيضع في قلبك كلمته، وتحاول زي ما تحاول، ولكن كلمة الله هي الصادقة وهي اللي هتتنفذ. وعلشان كده خلي عندك الحواس المدربة، إن لما تيجي تطلب من ربنا طلبة وإنت عندك رغبة معينة، وفي أثناء صلاتك وفي قلبك الحقيقي ربنا بيضع لك الإجابة، ويمكن صوت ربنا في داخل قلبك في وقتها بتسمعه. بس كتير من الأوقات يقوم العقل البشري يغطي على هذه الكلمة، لكن يفضل القلب شايلها، ويفضل القلب حافظها، وتلف الأيام وتتنفس كلمة الله، ويجي الإنسان يفتكر ويقول فعلا وأنا بصلي ربنا وضع هذه الكلمة في قلبي. خلي بالك، وعود الله صادقة وكلماته ثاقبة إلى مفترق النفس من الداخل. عشان كده خليك حساس لكلمة الله، خلي عندك الحواس المدربة اللي لما ربنا يضع في قلبك كلمة تخضع لهذه الكلمة وتقول له ليكن ليك قولك، تخضع ليه. ما تكبرش بسبب رغباتك، وما تكبرش بسبب عقلك، وما تكبرش بسبب ظروف المحيطة. خلي بالك، كلمة الله قادرة على كل شيء. وعلشان كده اسمع وانت بتصلي، خلي قلبك مفتوح، وقول له يا رب بحسب إرادتك أقبل كلمتك. هو صادق في وعوده، وهيدي لك اللي في خيرك، وهيمنع عنك اللي يضرك، لأنه هو أب رحيم يريد خلاصك الأبدي قبل ما يريد متعتك الأرضية وطلباتك الأرضية. جايز نطلب حاجات كتير في حياتنا وهو يتأنى علينا. طلبات ربنا ووعود ربنا صادقة حتى ولو تأنى علينا، بس احنا بنشوفها انها ده طولة بال من ربنا، بس ربنا شايفها ده التوقيت المناسب في ملء الزمان، في الوقت المناسب، في الوقت المحدد، لأن ربنا عارف كل شيء، وحكمته مش مربوطة بالزمن. أفكارنا إحنا كبشر مربوطة بالزمن، لكن حكمة الله هي فوق الزمن،
ليس فيها لا ماضي ولا حاضر ولا مستقبل، إنما الكل حاضر أمام عينيه، فهو شايف ما يناسبك في التوقيت المناسب بالطريقة المناسبة. علشان كده أنت تؤمن بوعود الله الصادقة، وتؤمن بوعود الله المفرحة، وتؤمن بوعود الله اللي هتتنفس في حينها، وتخضع ليه، ويكون عندك الحواس المدربة علشان تسمع صوت ربنا. وانت بتسمع هذا الصوت الإلهي في داخل قلبك اشكره، وكأن الطلبة اللي بتطلبها اتنفذت فعلا، لأنك بتشوفها اتنفذت بعين الإيمان، وعين الإيمان تفرح ربنا وترفعك ويفتح لك عينيك بالكامل علشان تشوف حكمة الله في حياتك كلها. ربنا يعطيكم كل نعمة وبركة، ولإلهنا كل المجد والكرامة إلى الأبد. أمين.